ألو ألو، مين معي؟ معك الماسونية. المامونية؟ الماسونية يا غبي، نحن يلي بنحكم العالم وهيك شغلات أسرار ومصاري وسلطة. سلطة؟ سلطة يعني قوة يا بني آدم. طيب هلأ أنت شو بدك مني؟ نحن رح ندفع لك مليون دولار، بس بدنا منك خدمة. مليون دولار؟ المبلغ قليل. طيب خلص، مليونين دولار. مليونين دولار؟ قالوا لي عنك طماع، بس ما تخيلت لهالدرجة. رح نعطيه 5 مليون، ما في غيرهم. إذا موافق لنحكي. 5 مليون دولار؟ طب احكي احكي. بدنا منك تعمل حلقة وتشوه تطور وإبداع العرب وتعملهم مسخرة. حبيبي أنت المسخرة. نعم؟ لا ولا شي، خلص اتفقنا. اتفقنا. بحرزة مشان شغلك العالم تعرفها يرفعوا كل هالمبلغ. يا الحمار. صراحة كلنا بنعرف واقع الأمة العربية المزري، وشو بده يحكي الواح ليحكي الواح. لهيك نحن قررنا ما نحكي عن شغلات تقليدية ونقعد نحكي بقصص ومشاكل كل العالم بتعرفها. لهيك قررنا نعملكن كولكشن خفيف نظيف عن تطور العرب. ميشو تعال. ليك هلا أنا حقول انت بتقول ايه، بس أنا أقول ايه انت بتقول تمام تمام. طبعا هذا الشيء اللي شفتوه هو حقيقة مو تمثيل. طب شو هذا الشيء؟ مو طرزان، هذا تقليد خليجي، هو بالأساس تكنيك حربي لإخافة العدو واسمه وضحة العنوز. بس أحيانا العدو ما بيخاف من هذا التكنيك. ترامب خفت؟ لا. بليز؟ لا. بليز؟ لا. بليز؟ لا. لا عن جد، افرض مثلا يعني اني خصمتك يوم. لا عن جد، خلونا نفترض انه العدو ما خاف من هذا التكنيك. طب نحن كعرب شو بنعمل؟ اكيد رح نستخدم البلان بي. معلش يا جماعة، يمكن رأيي ما يكون كتير مهم، بس عن جد هذا الشيء له استخدام واحد بس. كوكب اليابان هو كوكب لجماعة كتير فايقين ورايقين، بالإضافة لأنهم هيك كل مرة بيعملوا اختراع ما له طعمة وبيجوا لعنا نحن العرب وبيبلونا فيه. بس للصراحة آخر مرة زودوها شوي، يعني 3 سنين وهن عم يخترعوا روبوت، شقفة روبوت. طب شو الفائدة؟ ما الإنسان موجود، ليش عم تخترع آلة مثل الإنسان؟ وهون العرب رفضوا رفض شديد إنه يساعدوهن هاي المرة، لحد ما دخل عمكن ياما ناكهاما وترجانا نلاقي له تصريف لهالروبوت أو أي شيء نقدر نستخدم هالروبوت التافه يلي مثل الإنسان. ونحن جماعة قلبنا حنين قوي، ولأنه يا مناك هما شخص كتير عزيز علينا. مشو كأنه هذا غير واحد؟ لك بتمرق كلهم بشبه بعضهم. أوكي، لأنه شخص كتير عزيز علينا قدرنا وبجهود جبارة لاقي له استخدام لهالروبوت. رقاص اصلا الشغل مو عيب، واصلا حفظ غنيه وصار يغنيها. لالي 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 اب مشعل شيخ الرجالي، لالي 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 اب مشعل شيخ الرجالي، تحت جناحه انا بتمايل بس كشكشني بالريالي. طبعا انا مالي نسيان الروبوت صوفيا يلي اجت على السعوديه اخذت الجنسيه وعملت مؤتمر هنيك، وهذا شيء كتير منيح. بس الشيء اللي مو منيح انه العلماء عنا كانوا عم بيفكروا يمنعوا او يسمحوا ممارسة الجنس معها. من مبدأ كل شيء بيعملوا الغرب رح منطقه. لا 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 يا حرام، انا كتير زعلان على الغرب. عملوا روبوت اسمه صوفيا كلفهم ملايين الدولارات وجابوه لعند العرب، وهون العرب عطوهن كف خماسي انف اذن حنجرة. ثواني، شاني انف اذن حنجرة؟ هذا شو؟ انف. وهذا شو؟ اذن. وهي شو؟ حنجرة. العرب قدروا يعملوا روبوت أقوى منه، وهذا الروبوت كان تكلفته دولار واحد بس، وهي كان عبارة عن قماش وسفنج وشوية شرطان. قبل فهيتا and what about the rest? Who doesn't do your hair? Very funny أبله.
أبلا فهيتا، روبوت ولا مش روبوت؟ يا متعلمين يا بتوع التكنولوجيا. خلصنا بقى والله، خلصنا بقى فاضي. لسه شغلات سلبية، شغلات سلبية، شغلات سلبية. كمان العرب عندهم شغلات إيجابية. مثل شو؟ حكيلي. بس عنا يعني عنا علماء، عنا آثار، عنا فن. الفن الهابط ولا التافه اللي حكينا عنه بالحلقات الماضية؟ لا، نحن عنا فن أصيل. شوف فيروز، شوف أم كلثوم. يا صاحبي، أنا مش ممكن أنسى الفن الأصيل ورحمة الغوالي ما بنسى. بس شو عملوا فيه؟ شفتوا شو عملوا فيه؟ لا لا، تعال تعال، لسه بدي أقول لك عن فيروز شو عملوا فيه. طب ليك، انا على موضوع الفن رح انسى اللي حكيته، بس على موضوع الاثار ما رح اقدر. ثاني قبل الميلاد حكمها 4 ملوك واستمر حكمهم قرابة 100 عام. وطبعا عاد تهريبها وبيعها. خلص خلص يا جماعة، خلونا ننسى قصة الروبوتات ونحكي بأي موضوع تاني. والله يا ريت. طب شو رأيك بالفضائيين؟ فضائيين؟ ما بعرف، يعني معضلة كبيرة وما حدا لقى لها حل. طب شو رأيك انه وكالة ناسا كذابة، وانه هديك المرة الفضائيين غزوا الكرة الأرضية ولولا العرب لكانوا احتلونا؟ لحظة لحظة لحظة، كأنكم مو مصدقيننا؟ لك انتو مشكلكم، ما عندكم ثقة بنفسكم، ما بتابعوا اخبار. لك جميع قنوات العالم حكت على القصة، امسكوا شوفوا. من 今天开始，午夜新闻将在央视新址正式播出。 我们将在这个全新的演播室里为您解读全球资讯。 اما بالنهاية رح نقدم لكم اهو اختراع عربي يلي صاحبه فاز بجائزة نوبل، ياس بنزيما. لان هذا الاختراع حرفيا كل البشرية استفادت منه. اكيد كلياتنا عنا جرابات مبخوشة، لهيك هزاع المخترع العظيم لقى الحل. بالخطوة الأولى منجيب الجرابة المبخوشة منلبسها، ومنجيب قلم فولوماستر من لون الجرابة، ومندهن رجلنا محل البخش يلي بالجرابة، ومبروك صار عنا جوز جرابات جديد. وبالنهاية إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتحطوا لنا 25 تعليق تحت. أما إذا ما عجبتكم الحلقة فأكيد أنتم من جماعة البرجوازيين يلي بيحبوا يشوفوا جرابات العالم مبخوشة.